السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بقناة محمد تيوب لأحدث الترددات على القمر الصناعي نايلسات. نعرض لكم تردد قناة جميلة رائعة نبحث عنها الجميع. تابعوا معنا نتعرف على هذه القناة وطريقة إدخال التردد. من زر المنيو بالريموت نضغط عليه تظهر معنا قائمة التركيب، ثم نذهب إلى قائمة الترددات. لإضافة تردد جديد نضغط على الزر الأحمر الموجود بالريموت ونقوم بإدخال التردد وهو 11526 على معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقي أو حرف الأتش ونضغط موافق لإدخال التردد. نلاحظ هنا أن التردد موجود مسبقا، نقوم بوضع إشارة الصح أمام التردد ونضغط على الزر الأزرق الموجود بالريموت، البحث عن الشبكة نجعله مغلق، نوع القناة نجعلها مجانية، نضغط موافق لنبدأ عملية البحث. ظهرت معنا 8 قنوات على هذا التردد، نضغط نعم لحفظ عملية البحث. نعرض لكم تردد القناة الجميلة والرائعة التي تعرض العديد من الأفلام الثقافية والبرامج الجميلة، قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. التردد الجديد على النايلسات على 11526 المعدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقي أو حرف الأتش. شكرا على المشاهدة والمتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.